يستعد الفنان المغربي سعد المجرد لطرح أغنيته الجديدة خلال الأسبوع المقبل حسب ما كشفته مصادر لقناتنا. وسيطرح سعد المجرد هذا العمل الفني عبر قناته الإلكترونية على اليوتيوب في 15 من شهر دجنبر الجاري، وسيغني فيه بلهجة بيضاء مع محاولة الدمج بين الإيقاعات الصحراوية والخليجية. وكان المعلم قد كشف في تصريح صحفي سابق أن إيقاع الأغنية لن يكون هادئاً، أما الكلمات فهي بلهجة مغربية بيضاء. وبخصوص موضوع الأغنية يقول سعد المجرد: الأغنية تتحدث عن الأصدقاء والأحباب، وتحديدا هؤلاء الذين يتغيرون في تعاملهم معنا بالحياة عندما تنقلهم الدنيا لمكانة أفضل اجتماعيا أو ماديا، فلا يعودون كما نعرفهم، وتصبح طريقة تعاملهم مع الصديق أو الحبيب سلبية. عندها رسالتي في الأغنية هي أن دموعي غالية على هؤلاء الناس. وقد وقع اختيار سعد المجرد على هذه الأغنية خلال آخر زيارة له إلى المغرب، حيث أعجب بها فور استماعه إليها، فقرر تسجيلها بالأستوديو، وأبدى المجرد إعجابه بفكر صناع الأغنية، لذلك قد لا تكون أغنية عيوني هي آخر تعامل يجمع المجرد بهذا الفريق الفني، حيث من المقرر أن يتعامل معهم في مجموعة من الأغاني مستقبلاً.